أطلقت الهيئة القومية للبريد برامج تدريبية للعاملين في مكاتب البريد على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالتعاون مع جامعة عين شمس ووحدة تكافؤ الفرص التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في الإسماعيلية. تشمل هذه البرامج موظفي خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق. يأتي هذا في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد، والتي تشمل تطوير مهارات العاملين بالهيئة، ما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.